عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم بموضوع من أهم المواضيع يعتبر في إدارة المشاريع. هو موضوع يعتبر مستحدث، طبعا هو قديم بس يعتبر مستحدث والطلب عليه كتير والتطبيقات في إدارة المشاريع عليه كتير، ألا وهو الإدارة الرشيقة أو بما يسمى الأجايل. أعرفكم عن نفسي، معكم المهندس محمود معاري، خبرة أكبر من 17 سنة في مجال تقنية المعلومات، سواء كانت شبكات أو أمن سيبراني أو كلاود وغيره من أقسام تقنية المعلومات، وخبرة ولله الحمد في تدريب مهندسين ومدراء مشاريع على مواضيع كبيرة في 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 عالم تقنية المعلومات. لما نيجي نحكي اليوم عن الأجايل أو الإدارة الرشيقة، أنا دائما بحب لما نتكلم عن موضوع نعرف أساسه، إنه ليش أجايل أو شو المطلوب منه، ليش انتشر بالفترة الأخيرة بطريقة كثير كبيرة، وحتى في تغيير شهادة الـ PMP كان له النصيب الأكبر في المنهاج الرسمي. كل هاي التساؤلات طبعا حنوضحها إن شاء الله اليوم. طيب، شو هي الإدارة الرشيقة أو الأجايل؟ هي عقلية منهجية مرتبطة بأربع قيم و12 مبدأ، هذول كلياتهم على بعض حسن لي أداء إدارة المشاريع بالطريقة التقليدية. ولما نقول تقليدية ما معناته أنه هو سيء، يعني نحن ليومنا هذا بنحتاج طبعا نستخدم الـ traditional project management أو الإدارة التقليدية في شغلنا أكيد، بس لما نحن نحكي التقليدية لأنه ظهرت مشاكل كتير إن شاء الله حنشوف شو هي المشاكل ونشوف ليش الأجايل أصلاً احتل المرتبة الأولى اليوم في عالم إدارة المشاريع. فعندك الأجايل حتى بقولوها إذا سمعت هذا المصطلح هو mindset عقلي، ماشي. شو بتعمل العقلية هاي؟ انك تعطيك القدرة انك تسلم المشروع بسهولة بسرعة، عامل وقت جدا مهم عندنا، بسرعة وبفاليو معتبر او حسب متطلبات العميل. تمام، شو بيأهل لي هذا؟ اليوم في المشاريع اصلا عندك ارضاء العميل صارت مشكلة كتير كبيرة. ليش؟ اليوم لما العميل يجي يطلب منك مشروع، شو مكان طبيعة المشروع؟ وليكن مثلا مشروع software بده يعمل برنامج عبارة عن موارد بشرية أو برنامج محاسبة أو سواء كان برنامج متكامل زي ما بيقولوا ERP system. اليوم في المتطلبات دائما بتكون مش واضحة، أو العميل لما يجيك أول شيء بيكون دائما أموره مش واضحة. هذا عدم الوضوح كان يخلق مشاكل كثير كبيرة عندنا في إدارة المشاريع القديمة. أجاي اليوم حلل لي أول شيء حلل لي في هذا الموضوع، إنه أنا كيف أقدر أسلم المشروع وأتوافق أو أتقبل التغيير. هذه النقطة كثير مهمة. في مفهوم خاطئ عن بعض العالم بقول لك بس التغيير مش مجاني أكيد. لما يكون في عنا السكوب اوف ورك اللي هو انا لما مضيت العقود اول اشي مع العميل كان في 1 2 3 4 10 نقاط مثلا بدها تنعمل. هلا لما يصير في تغيير، التغيير هو زيادات، فهذا يعتبر اشي يسموه تشينج. التشينج حقه فلوس، التغيير حقه فلوس، فهو مش ببلاش. بس ما كانت هاي المعضله في الاداره التقليديه، على قد ما هو كان صعب التنفيذ، يعني بتوصل لمراحل انه انا لازم لانفذ لازم اهد السابق. طبعا لانه الطريقة او الاسلوب اللي كان مستعمل او معتمد هو كان تقريبا يعني شبه خاطئ. حنوضح ان شاء الله الامور. طيب، اليوم لما يتعامل الفريق العمل معك في هذا المشروع، فريق العمل نفسه لازم يكون عنده عقلية الأجايل، لازم يكون مدرب بطريقة تقنية عالية بطريقة علمية
وهي لازم تكون طريقة الأجايل أو بيسموها الأجايل مايند سيت، كل لازم يكون عنده. ليه؟ عشان بدي أتبادل معلومات أنا مع التيم تبعي، مع الفريق تبعي، ونكون قادرين ناخد قرار، بنكون إحنا ماشيين على نفس المستوى من الفهم والفكر اللي هو بيسموه الديناميكي، إنه فيه سهولة ومرونة في التعامل. تمام. أجايل ركزت على أكثر من شغلة. أول شيء هي مايند سيت، يعني هي منهجية تفكير أكيد معتمدة على قيم values، ومعتمدة على مبادئ principles، عشان شو أقدر أطبق عليها practices، ممارسات عديدة شو ما كانت الممارسات. طيب لو نلاحظ في الصورة اللي قدامنا، من عندك من اليسار لليمين مكتوب doing agile، ومن اليمين اليسار مكتوب being agile. Doing agile انك اعمل بطريقة الاجايل، او انك being agile انك انت تكون متمثل بفكر الاجايل. طبعا نحن لازم نكون متشبعين ومتمثلين بفكر الاجايل، وليس بس تطبيق الاجايل. انك حتواجه مشاكل اذا بس انت عارف كم نقطة وبدك تطبقهم، هذا حتلاقي مشاكل كثير. بس لما تكون being agile يعني انت متشبع بالمراحل كلها، يعني انت عندك الفكر والمنطق تبع اجايل، انت عم بتطبق وبتاخذ بعين الاعتبار القيم اللي اسست عليها الاجايل، وبرضه بتطبق عليها المبادئ، وهم 12 مبدأ حناخدهم ان شاء الله، المبادئ اللي تمحورت عليهم الاجايل، بعدين طبق الممارسات العديدة اللي انت بدك اياها. طيب ممتاز جدا. هذا الرسمي معبرة شوي. دائما لما تلاقي أجايل أو عقلية أجايل بتلاقي صورة عقل بني آدم، لأنه اليوم لازم يكون عقل مدير المشاريع وهو قاعد عم بيشتغل في المشاريع، لازم يكون في عنده المايندسيت تبع أجايل. لو لاحظنا من فوق لتحت بقول لك عندك هو مايندسيت اللي هو الفكر تبع الأجايل، الفاليوز اللي تحطت عليها الأجايل اللي هم الأربعة، أربع قيم، البرنسبل المبادئ 12 مبدأ، البراكتسز طبعا براكتسز كثيرة عندها، وفي عندك شغلات اللي بيسموها التولز والبروسيسز. طبعا لازم يكون في عندك أدوات اللي عم تشتغل فيها أثناء تطبيق طبعا المشروع. ممتاز جدا. لو لاحظنا من فوق لتحت بقول لك عمليتك تشوف المايند سيت قليلة جدا، يعني هو المايند سيت ما بنشاف، هو بتفكر فيه، هو بنحس. تمام. بس قوته رائعة جدا. أم بينما لو شفتها من تحت لفوق، التولز اللي بتستخدمها في إدارة المشاريع طبعا هي محسوسة، فأنت قادر تشوفها، بس قوتها وفعاليتها مش مثل من فوق لتحت. فعشان هيك اليوم أجايل ركزت كتير على أن يكون فكرك يكون هو فكر عن جد أجايل. طب من وين إجت الموضوع؟ إجت الموضوع بآخر التسعينات، يعني للدقة بال2001، لما اجتمعوا في عندك 11 مبرمج عالميين، وهي أصلاً الأجايل لما طبقت بالأول طبقت في عالم البرمجيات Software Development، فاجتمعوا وناقشوا مشاكل كتير كانت قاعدة بتحصل في تسليمات للمشروع، فطلعوا بأجايل وسموه بيان الأجايل أو أجايل مانيفستو. فالأجايل مانيفستو تمحور على الأربع values وال12 مبدأ، وطبقوه بطريقة جدا ذكية. كان أول إشي زي ما قلنا متطبق في مجال البرمجية، بعد هيك صار يتطبق في معظم أنواع المشاريع. زي شو صار يتطبق عندك مثلا في مشاريع البناء الكونستراكشن المقاولات، صار يتطبق عندك في إدارة المحاسبات، صار يطبق عندك بدراسات الجدوى، صار يطبق عندك في قسم الـ HR مثلا، حتى في الأقسام على مستوى الأقسام. أوكي بقول لك apply agile أو think agile. اليوم أي حدا بتقعد تحكي معه في إدارة المشاريع بقول لك فكر agile think agile، لأن يعني الموضوع انتشر كتير ولقى إقبال كبير ونجاح كتير. تمام. صارت كتير مشهورة الأجايل بطريقة كبيري، وزي ما قلت انه دخلوه اصلا في منهاج البي ام بي،
وحتى الأمثلة والأسئلة اللي بتنحط في مجال الامتحان الرسمي معظمها في تقريبا بالبرمجيات كسوفتوير ديفلوبمنت، بس يعني مش مطالب منك تكون مبرمج، بس مطالب منك تكون الفكر والفهم اللي انت قاعد عم تشتغل فيه. تمام. طب لما نيجي نحكي هون خلينا نحكي شوي عن مشاكل الإدارة التقليدية. يعني احنا قلنا إدارة تقليدية كتير، هي كانت ماشي بطريقة الووتر فول أو ما يسمى الشلال. طب كيف كان؟ يعني الموضوع أساسه كيف كان؟ كان بيجي المشروع أو بيجي المنتج، بعد ما نقعد مع العميل وأخذنا المتطلبات وعملنا الورقيات اللي كانت لا تنتهي، صار وضع التطبيق نطبقه، سواء كان انه سوفت وير بدنا نعمله او سواء كان عم نصنع منتج برودكت معين او عم نبني فيلا او شو ما كان المشروع. فاثناء التطبيق قاعدين عم نطبق بناء على اتفاقيات وعقود، وكان لما نفرجي مراحل تطوير المشروع وين صار، كان دائما بنكون احنا منجزين شغلات كتير وبعدين بندخل العميل في الموضوع. هذا شو كان يعمل لي؟ هذا كان يعمل لي مشاكل كتير كبير مع العميل لسبب. زي ما قلت، ما في ولا إنسان طبيعي بيطلع بفكرة وبيثبت على الفكرة نفسها. يعني هاي دراسات عن ناس كيف بتشتغل وكيف بتفكر، لأنه عقل البني آدم دائما بيفكر، دائما بحب يطور. طلعت عنده فكرة، هاي الفكرة بتتبلور شوي، بعدين بيصير قدام تكبر معه. جميل. فلما أنا أكون مبلش بالمشروع، خليني أقول مثلا أنا عامل تقريبا 70-80% من المشروع، 70-80% قرب يخلص، وأجي أشرك العميل في الموضوع وأقول له هذا العقد بناتنا، هاي النقطة 1 و2 و3 و4 و5 و7 و8، خالصي نضل عنا النقطتين هدول بس قلنا نفرجي. فماشي أنه والله ما هذا اللي بدي إياه، دائما بتلاقي مش هذا اللي كان في ببالي، لا أنا بدي أغير. هاي كلمة أنا بدي أغير كانت تعمل مشاكل. أنت اليوم لما أنت باني أصلاً 70-80%، ترجع تغير، مرات في تغييرات تتطلب منك أنك تهد، يعني ما في أبداً مجال أنك أنت تغير بسرعة أو تغير من دون مثلا ما تهد اللي بنيته. أعطيك مثلا مثال، زي مثلا عندك أخذت فيلا للبناء، وهي الفيلا مثلا كانت عبارة عن طبقين، طبعا طبقين أكيد يعني فيها الحديد محسوب فيها، الأساسات محسوبة فيها، العزل، كل هدول الأمور، قديش الأساس بده يحمل الطابقين هدول، فطبعا موجود. وانت في الطابق الثاني مثلا والمالك جاي يشوف، عم طلع قال لك أنا بدي بعد 3 طوابق، أو بدي أبني مثلا طابقين، أو بدي أكسر بالطابق الثاني، بدي أعمل توسعات، وبدي أطلع مثلا بالبالكوني مثلا، أعمله مثلا أحط كنتليفر برا أو شيء. أنت في هاي المرحلة هذا التغيير اللي هو بيحكي فيها قولا واحدا بده هد، بده تكسير وهد، ما بتقدر. أول شيء لأنه الأساسات ما راح تحمل طابقين وثلاثة. ثاني شيء، لما أنت تكون قسمت وحطيت وعمدانك والارتكاز كله صار، فلما بده يطلب توسعة، بيطلب توسعة يمكن هو عم بطلب هاي التوسعة ما بتحصل غير لما يكون في أساس عمود بقلب الفيلا بده تكسير. تمام؟ هذا مثلا مثال. ممكن نعطي مثال على برنامج مثلا سوفتوير نحن بنينا، أسسنا قاعدة البيانات، عملنا كل شيء حسب المطلوب وحسب المتفق وحسب العقود. أنا هم ما عم بقول إنه نحن كشركات غلط، لا، هو النظام اللي نحن عم نشتغل من خلاله هو بيستدعيك انك تغلط. فانت لازم تكون مرن في الموضوع. اذا ما كنت مرن يعني العالم ما راح تتجه لك، والدنيا كمان سمعة، يعني هيجي يقول لا والله هاي الشركة مثلا ما اعطتني اللي بدي اياه واختلف انا وياها وكنسلت العقد ورحت مع شركة تانية، فبرضو بطلع عليك سمعة، مع انك انت كشركة ما تكون غلطان، انت نفذت الموضوع بحذافير، بس نفذته ايش؟ نفذته غلط بالطريقة التقليدية. انت ما كنت مرن وما كنت بترحب بالتغيير. الأجايل هدفه يرحب بالتغيير، الأجايل هدفه يرضي العميل، وهلا حنشوف. فلما نشوف هاي الأمور، إيقاع الشغل تبعنا كان بطيء،
ليش بطيء؟ معتمدين على الورقيات، معتمدين على الخطط. لما بده يجي تغيير، حتى مثلا لو العميل اجى بفترات مثلا في المنتصف او قبل المنتصف بشوي، ولكن قبل التغيير بتقول له ارجع للعقود وارجع لمديري. طبعا في بروسيس كامل بدك تمشي فيه وتروح وتظبط وتطلع دوكيومنتيشن. ممكن هاي حسب نظام الشركة انت عندك يمكن ياخد بس لتوافق على التغيير اسبوعين ثلاثة. طب اسبوعين ثلاثة شو كنت قاعد عم تعمل فيه؟ ولا شيء. فريق العمل قاعد، طب ما فريق العمل تكلفته فلوس، قاعد مستني الاوامر. المشروع متعطل لانه المشروع اصلا انت في عندك تسليم له، ومش قادر تعمل تكمل في المشروع لانه صار في تغييرات جذرية. هاي التغييرات الجذرية بتمنعك انك انت اصلا تكمل، فلازم تتأقلم مع هاي التغييرات. طيب، فانت عندك اليوم طريقة المنظومة تبعت الشغل في إدارة المشاريع عندك تقليدية بحتة خاطئة، هتخسر المشروع، هتخسر الشركة، وهتخسر جميع الأطراف. طيب، لما كنا نشتغل بطريقة الووترفول، أنا ليش عم بذكر طرق اللي هي التقليدية دي؟ عشان الفكرة توضح لك أجايل شو عمل في عالم المشاريع. أول شيء طبعا بعد ما كنا ناخد المتطلبات من العميل ونعمل ورقيات الفضيعة تبعتنا بسموها الدوكيومنتيشن، ونعمل المخططات تبعنا اللي هي البلانز، ونعمل البروجكت تايم لاين اللي هو جدول زمني، ونبلش خططنا. بعد التخطيط عدنا لنا مثلا شهرين ثلاثة في التخطيط، بعدين رح نصمم تصميم المشروع سواء كان سوفتوير سواء كان شو ما كان. صممنا، خلينا نقول سوفتوير، صممنا قاعة البيانات، صممنا المدخلات اللي بدها تكون، والواجهات سواء انا بحكي انا مثلا عن باك اند او فرونت اند، يعني حسب شو وين عم نكون. ففي عندك تفاصيل كتير، قعدت لك كمان شي شهرين. بعدين بلشت في البناء، اشتغلت وبلشت تبني وبلشت تعمل بلشت تعمل تيستينج، تختبر التطبيق تبعك. بعدين على الامبلمنتيشن، قبل بس ما تعمل الامبلمنتيشن تنزل السوفتوير اللي انت عم تبنيه، رحت ناديت العميل. وتقريبا احنا خلصين 80-85%، بس تعال القينا نظرة. عم طلع مش هذا كل اللي بباله، قال لك انا ما كان بدي. ليش؟ انت تركته مغيب 6-7 شهور، انت ما اشركته معك في 6-7 شهور. 6-7 شهور رقم قاسي، يعني رقم مش بسيط. فهون بتحصل مشاكل دايما. طيب شو اللي بدك اياه؟ بدي 1-2-3-4-5. اكتشفت انه ما بيصير، لازم تنسف. ليش؟ قاعة البيانات اللي انت اصلا صممتها بطريقة، هلا هو يطالبه صار غير. برضو انا هم ما عم بحكي انه هاي التغييرات بالمجان، لا، التغييرات هاي بيسموها طبعا variations، اوكي، لا الها فلوس. بس العالم انت بتوصل لمرحلة انه انا لما بدي اهد المشروع وارجع ابني، فصارت كلفته تقريبا من اول وجديد. لما انا عم ببني لك اياه، المدة زادت، تأخيرات صار، فعامل الوقت هون انتهى. فلوس التيم اللي قاعد عم يشتغل معك، الفريق اللي قاعد عم يشتغل معك، مع رواتب، تمام؟ فهذا برضو كمان زيادة. حتوصل بمتاهة العميل ما حيكون راضي. جميل جدا. فكانت مشاكل الإدارة التقليدية، قال لك أظهرت 80% من المشاريع فشلها بمنهجية الووترفول أو الشلال إذا بدك. طيب زي شو؟ زي التأخر للوصول إلى السوق. يعني شو التأخر للوصول إلى السوق؟ اليوم أنت أصلاً بالسوق في تغييرات كثيرة عم بتحصل، سواء مثلاً كنت عم تعمل منتج، في تغييرات كثيرة قاعدة عم تحصل، أمور يعني جداً، يعني بتعرف أنت أصلاً مجال تقنية المعلومات هو بتزايد وتطور سريع جداً غير ملحوظ أصلاً. فأنت لازم تكون مواكب وانت عم تعمل البرودكت تبعك، عم تعمل المنتج تبعك، لازم تكون مواكب للتغييرات، لازم تكون مواكب لمتطلبات السوق اجباري، تمام. حيكون في عندك انخفاض العائد للاستثمار. ليش؟ انك عم تغلط، عم بتزيد بالوقت. يعني كل ما زدت بالوقت، اذا انت حط خطه، انا بدي اعمل مثلا برنامج سوفت وير وابيعه للسوق، ERP سيستم، ماشي،
بنينا ولا شفنا الغلط وكذا ونرجع نعدل ونرجع نهدم ونرجع. انا كنت حاطط تقريبا قيمة يكلفني مثلا هذا المشروع، خلينا نقول مثلا 150 ألف دولار. أم بعد التغييرات وزاد الوقت، كل ما يزيد عندك في عالم في 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 البروجكت مانجمنت، في إدارة المشاريع، كل ما يزيد الوقت بتزيد التكلفة. هاي قاعدة ثابتة. فبعدين أنا لقيت إنه إذا بدي أبيعه وعملت خط تبعته، وإذا بعته مثلا بأول سنة مثلا ل 20 شركة، حيكون الدخل هيك، حسكر مثلا الريتيرن اوف انفست الار او اي اللي انا حطيته، وحرجع اصير اعمل فلوس ارباح. مثلا حلاقي امس عملت ارباح بنسبه 30% بالووتر فول، كان عم بتلاقي ممكن توصل مثلا ارباحك 2 3% 4%. ليش؟ صعب التغيير. انت اليوم ما عم تعمل منتج، هذا المنتج مثلا بده منك وقت. طب صارت في امور كثير بالسوق، صار في تقنيات جديده نزلت انت ما مواكب، فبرضه هيك. في عندك برضو العملاء، ما عندك توجه للعملاء. يعني كيف؟ انت اصلا ما مفهم العميل شو اللي حاصل. اليوم اي واحد معه فلوس بده يعمل شغله، بده يبني، بده مثلا سوفت وير، بده ويب سايت، بده موبايل ابلكيشن. هو هذا الانسان لا تنتظر منه انه يكون فاهم، يعني فاهم بنسبه مثلا كبير، ممكن يكون فاهم 10 15%، وهي نسبه ضئيله جدا. فكان لازم انت توجهه صح، كان لازم تضلك مخليه معاك بالاجواء، كان لازم كل شوي تفرجيه شو عملت. هذا حيساعد، حنشوفه في الاجاي لقدام. تمام. وبده يكون في عندك كمان القدره على الاستجابه للتغيير منخفضه. هذا مع التغيير في الشلال بالووتر فول هي منخفضه، اكيد منخفضه، لانه قلت لكم بالامثله ما انت ما بتستقبل التغيير. حتوصل لمرحله يا اهد يا انه نلغي التغييرات، فانت مش فليكسبل، مش مرن، واكيد حيكون في عندك ضعف في الانتاجيه، واكيد حتضلك تعيد وتزيد ولحتى تقدر توصل لانت الموجود منه، بخفف لك اصلا من الجوده. تمام. الاجايل قبل ما ادخل فيه وبالقيم تبعته وبالمبادئ تبعته، اقول لك هو اعتمد اي فكر، وهذا الفكر حطه في بالك لأنه هو أساسه للأجايل. أجايل لك أحسن ما أنا العميل يضل مغيب عندي وقعد ألتقي فيه بعد 6 7 شهور ولا أفرجيه وتحصل مشاكل. قال لك لا، أنا بعمل شغلة اسمها إيتوريشن. شو يعني إيتوريشن؟ بعمل مثلا بشتغل أسبوعين، بطلع بفاليو، بيكون في عندي شيء أقدر أفرجيه، بتواصل مع العميل بقول له تعال شوف لي هاد، انا عملت 1 2 3 4 مثلا، هذا من المطلوب بيناتنا. هقول لك تمام حلو، بس بدي اغير شغله فنيه، بدي اغير شغله فنيه. التغيير كل ما تعطيه كل اسبوعين، هذا اسبوعين مثلا، كل ما تعطيه كل اسبوعين اشي يشوفه، لو شو ما غير انت مواكب، وانت التغيير سهل عندك اصلا، ماشي. فهذا بسموه iteration. تمام. انت بتكرر، بتعمل تسليمات على فترة زمنية صغيرة بشكل متكرر، يعني وافق لي وكذا وغير. طيب مش طلب تغيير، طلب تغيير مع شوية من اللي قدام، كمان أسبوعين ناديته قلت له أنا فرجيتك بالمرحلة الأولى كذا كذا كذا، وحضرتك غيرت كذا كذا كذا، وهذا اللي أنا عملته، وزدنا كمان حسب متطلبات النقطة 3 و4 ودمجناها مع بعض وهيك صار. ممتاز كذا، بس ممكن هون تزود لي مثلا هاي الشغله، او مثلا شيل لي هاي وحط مثلا بدلها. تمام، سهل. انت عم بتفرجيه على سكوب صغير، على شقف صغير، هيك فكر فيها. هاي الشقف الصغيره انت سهل تتحكم فيها، بس بينما لو صار عندك بنش اشي كتير كبير، صعب تهد وصعب تنزل فيه. فهذا هون فكر الاجايل، بقول لك انا بقسم المشروع بشكل صغير وتكراري. هلا اللي قال لك اياه الاجايل، قال لك انت ممكن التسليمات هاي، او انت تفرجيها شوي، انت ممكن تفرجيها اقلها اسبوع، انه كل اسبوع تفرجي شيء، واكثرها شهرين. يعني منعك تطلع عن الشهرين، يعني شهرين رقم، مو حسب، ما ماكو شيء فيك تفرجي باسبوعين، ممكن تضلك تشتغل اسبوعين ما يطلع شيء
وركبل، انه اشي شغال بيقدر هو يشوفه وبيقدر يفهم اشي من متطلباته، تمام، حسب طبعا كل مشروع وحالته. فقال لك اقلها اسبوع اكثرها شهرين، فهي بيسموها الاتريشن، واثبتت نجاح كثير كبير وسرعه دقه وتسليم والعميل راضي. جميل جدا. في مصطلحات مهمه لازم نعرفها في عالم الاجايل. اول شيء طب تقريبا الاجايل، طب شو هي الاجايل غير انه قلنا هي مايند سيت وبتعتمد على الفاليوز بتعتمد على برينسيبلز. قال لك هي القدره على تحرك بسرعه وسهوله، هي كمان فكره الاجايل او التفكير الحس تبع الاجايل. طب شو الاجيلتي؟ قال لك الاجيلتي هو طريقه تفكيرك، هو المايند سيت، هي عقليه التفكير بمبادئ الاجايل اللي هي بتنم لشو؟ للسرعه، الرشاقه. شو الرشاقه؟ خلينا لك المرونه، ماشي، بالمرونه بشو؟ بتقبل التغيير من الاخر. طب لو قلنا اجايل سوفت وير ديفلوبمنت، يعني الاجايل او الاداره الرشيقه في بناء البرامج، هي بتتطور فيها متطلبات والحلول من خلال التعاون بين التنظيم الذاتي وفريق العمل. كيف يعني؟ اليوم لما انا بدي ابني برنامج بدنا نشتغل فكرة اجايل. قلت لكم من قبل الفريق تبعي لازم يكون فكره اجايل، تمام. فاحنا لما نطبق المبادئ تبع الاجايل ونشوف مثلا عميل اجى طلب تغيير، كنا متعاونين معه في التغيير، عملنا له التغيير، عملنا مثلا الايتريشن، هدول التسليمات بوقت صغير كل اسبوعين، هذا كلياته انا عم بعمل اجايل سوفت ديفلوبمنت بطريقه ممتازه، بطريقه صحيحه، عم بحاول اقنن من المشاكل واللي بتصير. لانه دائما انت اصلا في كل مشروع، خاصه هو من اخطر مشاريع في العالم اصلا مشاريع البرمجه، لانه بقول لك انت اصلا الطلبات بتصير لا متناهيه، بيضل يطلب العميل لانه ما عنده الفكر وما عنده حدا يكون فليكسبل معه ويوديه ويجيبه للطريق الصحيح، تمام. ومن احلى واخطر واقوى المصطلحات الانتربرايز اجيليتي. ليش الانتربرايز اجيليتي هي من اخطر شيء؟ هي اول شيء انه قدره الشركه تبعتك انها كلياتها تكون اجايل. يوم بدك تشتغل اجايل انت ما فيك لحالك كمدير مشروع تشتغل اجايل، ما بيمشي، حتفشل. لازم كل إشي حواليك يشتغل أجايل، كل شيء من الشركة عندك يشتغل أجايل. طب كيف؟ مثلا أعطيك مثال بسيط وصغير. اليوم العمل اللي عندنا بالشركة استدعى إنه مثلا بدنا نشتري جهاز سيرفر جديد عندنا مثلا للشركة، ومضطرين عليه كتير، يعني بسرعة قصوى بدنا إياه. جميل، رحت لتعاون المشتريات قلت لهم في عندنا كذا كذا، قال لي جيب لي موافقة مديرك، قدم طلب وجيب موافقة مديرك، قدم طلب روح جيب موافقة مديري، بعتوا لي اياه، اذا شافوه دققوا ماشي الحال، راح اخذوا هيك البروسيس عنده بالشركة، اخذوا موافقة مدير العام، لوافق المدير العام قعد له 4-5 ايام لانه مشغول، اجت للمحاسبة، المحاسب بعتوا له قسم المشتريات قالوا جيبوا لنا 3 عروض اسعار عشان نقارن. عم جاب راح 3 عروض أسعار، ولا ردوا الشركات أخذوا 4-5 أيام خلينا نقول أو يومين سيدي، ولا جابوا الأسعار. طيب بدنا نعمل مقارنة. عم يجوا بعتوا لقسمة الاي تي تكنيكال قالوا له ماشي هدول الأسعار وشوف اعمل لي المقارنة التقنية وعشان نروح فيها. ولما يروح توصل كل شيء لأمور الأخير لقسم المحاسبة بيطلعوا طبعا أمر شراء يسموه purchase order، وأمر الشراء مثلا يجي يطلع بيجي طبعا خلينا نقول استبينا على أرخص سعر وكل مطابق للمواصفات التقنية. طيب بس لا الدفع نحن عنا بالنظام الدفع غير. كيف يعني دفع غير؟ يعني مثلا بتدفع لك مثلا بعد 30 يوم. هلا هون مثلا واجه مشاكل بقولوا والله آسفين نحن ما بنشتغل هيك. طيب ما بيشتغل هيك، بروح بيشوف واحد تاني اللي هو اغلى منه، تمام، عشان بس النظام. كل هذا عم بقول لك اياه نظام عقيم بقلب الشركه اللي انت عم شغال فيها. هاي هي خلينا اقول لك اداره تقليديه. انا محتاج سيرفر،
للشغل وفي احتياجية كبيرة وأنا إذا ما عملت راح نخسر، راح يصير في مشاكل، أنت ما بصير تمشيني بالبروسيس. هون إدارة ما فكرت معك أجايل، فأنت كيف ممكن تكون أجايل؟ أكيد لا. بلاش، خذ مثال تاني، عندك مشروع برمجي أخذت الشركة عندك وقالت لك بدنا نعمل المشروع الفلاني وهذا العقود فضل تشوفوها، طلعت انت كمثلا مدير القسم طلعت على العقود شفت قلت طيب تمام ماشي الحال، هذا بده الريسورسز الفلانيه يعني الموظفين يكونوا عليها، انا عندي منهم 4 بدي بعد 3، يعني المشروع اصلا بياخد 2 خلينا نقول سنتين، فبدي عالم بدي ريسورسز عليه، يعني مشروع كبير. قال طيب ماشي، روح ابعت للاتش ار. الاتش ار اذا ما عنده فكر الاجايل حيفوت ببروسس طويل عريض طبعا غير الموافقات وكذا انه انت بدك ماشي. اجيت بدك تشتري شويه موارد تشتغل فيها تولز، ارجع قسم المشتريات ارجع كذا. طيب ماشي، بده مثلا حدا من المبرمجين يروح ويعمل اجتماعات ويعمل كذا، فمثلا قسم اللوجيستكس اللي هو تبع السيارات وهدول بدك تامن. اذا الشركه كلها عندك ما كان فكرة أجايل، أنت ما حتعرف تطبق أجايل لو أنت كنت أصلاً منغمس في الأجايل. فكان لازم الأقسام كلها تتعاون مع بعض، كل عنصر فعال بالشركة لازم يكون فكرة أجايل وكله تعاون مع بعض، فهذا هو بيسموه الانتربرايز أجيليتي. طيب القيم المبادئ لعقيدة الأجايل، نحن شفنا إزاي صورة مماثلة أول ما بلشنا الفيديو. عندك الأجايل مايندسيت، قلنا عقلية الأجايل بينبثق منا شو 4 values 4 قيم و 12 مبدأ، هدول أساس الأجايل روح الأجايل، فلازم أنت تعمل فيه. جميل. القيمة الأولى بتقولك إنه الأفراد وتعاملات الأفراد بينهم بين بعض تفوق المنظمات والأدوات. يعني لو شفت الميزان كفة الأفراد وتعاملهم رجحت هي أتقل من المنظومات والأدوات، اللي هو لما أنا بدي لا أنت امشي على البروسس الفلانية، امشي على استخدم التولز المعين. طب ما أنا هيك مش أجاي، أنا هيك تقليدي. ماشي، أنا اليوم كأفراد نحن قاعدين عم نتعامل مع بعض، نحن لقينا أنه مثلا مناسب نعمل 1 2 3 4 فورا، حيخدم مصلحة العميل وحيخدم مصلحة الشغل، فأنا ما بقدر أصلا أنا أستنى البروسيس والتولز تاعهم. ماشي، خليني بس قبل ما أكمل أقول لك كلامنا في الأجايل ما بينفي إنه منظومات نحن بعدنا محتاجينها، بس اليوم بدنا نفكر صح إمتى أستخدمه بالإحتياج الصح وإمتى أبدي الأفراد وتعاملهم عليه. فهي قيمة أولى كانت. طب القيمة الثانية، البرمجيات الصالحة للاستعمال فوق التوثيق الكامل. شو يعني؟ خلينا نخلص من موضوع الدوكيومنتيشن، موضوع الورقيات، الموضوع الورقيات العقيم، انه كل اشي انا لازم اوثقه في وراء وانا اقعد اكتبه واقعد اشتغل على الوراء واحط الديزاين تبعه. طب صار تغيير برضو، طب ما انت اصلا في مرحلة الشغل انت حيصل معك تغييرات فظيعة، دايما في تغييرات في المشروع، دايما في تغييرات. انا كل شيء لا استنى لانا اوثق انه التعاون التوثيقي يوثقوه ويحطوه كذا، بعدين نعطيك اياه ابروفد انه جود درافت زي ما بقوله وبتشتغلوا عليه. طب يا جماعه الخير انا مش محتاج، يعني الدوكيومنتيشن بتاخد وقت، حتعطلنا، عامل وقت راح نخسر فيه، حيتاخر، العميل مش حيرضى. فقال لك انا اولالي تفرجيني نسخه مبدئيه من مثلا السوفت وير شغالي، تمام، احسن دوكيومنتيشن. يعني تقعد تعمل دوكيومنتيشن وكذا وهيك ماشي، وانا تبعت الدوكيومنتيشن تبعك وبعد ما انت خلصت وبعد ما اخرتني وجينا بدنا نشغل كذا، السوفت وير مش عم يشتغل، في مشاكل تقنيه. طب انا شو فادتني الدوكيومنتيشن؟ ولا شيء. انا بدي افرج العميل عندي، بدي افرجيه سوفت وير، او خلينا مثلا اقول عملت له اول 2 عملت له جزء معين، هل جزء معين بدي اشغله، بقول تعال شوف في السوفت وير هذا كذا كيف الواجهات عندك، عملت لك بند 1 2 3، لما اشوفه شغال قدامه هو هذا العميل اللي بده اياه.
العميل بده يشوف إشي يقدر يفهمه. أما documentation تعطيك كتيب هيك وهذا documentation اللي بناتنا وهذا كذا، موضوع صار عقيم، موضوع قديم، ما تضوع وقتك في documentation. مش معناته ألغي documentation، documentation مهم، بس هذا documentation خليه له وقته، ما تعطلني وأنا عم بشتغل عشان لا أنت تخلص documentation طبعا. لا، أعطيني إشي شغال، أعطيني إشي أنا أقدر أفهمه. جميل. الثالث بقول لك التعاون والمشاركة مع العميل فوق التفاوض حول العقد، هذا حقيقي. للأسف الشديد في المشاريع اللي صار يعني وكان مؤخرا صاير انه مشروع معناته حرب. طب هذا خطأ. ليش حرب؟ لازم تنتهي بمأساة درامية، لازم عندك العميل يزعم من الشركة والشركة تزعم من العميل. ليش؟ لأنه الشركة أول شيء تقول له أنا بيني وبينك اللي بحكم العقد، والعقد شريعة المتعاقدين، أنت صح بس أنت حيهرب منك. أنت هذا اللي بقول لك هو آخر، العميل هو الفلوس، هو اللي قاعد يمشي لك بهذا المشروع. هو لو إجا قال لك تمام أنا ما عاد أشتغل معك، شوف قديش حسابك صار، أسهل منه ما فيه، هاي فلوسكو، خلينا نروح أشوف شركة تاني. طب ما أنت خسرت. قال لك شو خسرت؟ العميل هذا كان ممكن يجيب لك عميل تاني. انت مثلا ممكن من السوفتوير تبعه، انت بنيت اساس للسوفتوير، وفرت على حالك شغل كتير بمثلا برامج مماثلة له، تمام؟ سمعتك برضو كشركة حتصير مش تمام لما تيجي تقول له لا 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 انا ما في اتعاون معك، انا في بيني وبينك عقد، انت طالبه تغييرات وطالب شراكتي، لازم نقعد ونحكي ونجتمع على اسابيع واشهر ونشوف ونشوف قد ايش تدفع لنا. هاي من اكثر الشغلات اللي حتخرب المشاريع، تمام؟ هون بقول لك الكاستمر كولابوريشن، تعاون مع الكاستمر مع العميل تبعك، احسن بكثير من انك انت تقعد تحارجه وتزهقه وتقول له لا هذا العقد وهذا الموثوقيت وهذا وهذا. النقطه الرابعه، الفاليو الرابعه والأخيرة، اللي هي انك تكون منفتح للتغييرات، انك انت لما تحط ببالك انا بستقبل التغييرات افضل بكثير مما انا اقعد اقول لا تعال نشوف البلان شو بقول، وتعال نشوف نحن وين وشو بدنا نعمل وكيف تغييراتك. لا، حتاثر يا اخي. انت لازم اليوم تفكر بعقليه اجايل، لازم اليوم انت تكون متقبل التغيير، لازم تكون فاهم عن جد. يعني ما تقول لك مش انه انا والله معي شهادة وانا فاهم اجايل، لا، انت لازم تتجسد وتتمثل بشخصية الأجايل. تعال عندك تغييرات، أهلا وسهلا، تعال نحكي بالتغييرات شو هي، 1 2 3. طب تمام، أوكي خلص نعمل لك إياه، حاضرين القسم بس حيبعت لك هذا، نحن حنبلش بس مثلا بعت لي إيميل للتأكيد إنه هاي التغييرات حصل، خلصت مشيت، بعت إيميل مثلا ثاني، أنا شغال ما وقفت، تمام. طيب نيجي إلى المواضيع برضو المهمة اللي هي الـ 12 مبدأ. طيب شو هدول الـ 12 مبدأ؟ أول إشي الأجايل بقول لك لو سمحت دير بالك على العميل، ارضي عميلك. اليوم صارت المشاريع كلها زي ما قلت لكم حروب وخناقات، أنا ما فرق معي، خلاص وقع عقد يعني أنا علقت له المشنقة. لا، اليوم أنا بدي أكون ذكي في التعامل، اليوم أنا بدي هذا العميل يجيب لي أخوه، يجيب لي ابن عمه، يجيب لي ابن خالته، يجيب لي مشاريع كتير. أوكي، عن خلال شو؟ عن خلال السمعة، عن خلال مراضاته، رضاء العميل. عادي غير، أهلا وسهلا، تعال نغير. وإذا قدرت مثلا أكرمه بشغلي، مش لازم أقوله هاي حق فلوس، ممكن تثبت حقك، أقول لك هاي بتطلع مثلا حقك كذا، بس نحن إن شاء الله هنعمل لك إياها مع البادجت، ما فيش مشاكل، تكرم عيونك. كلام بيشوفه قد الدنيا معك، تمام، وبضل هو يستجيب معك، بضل يتعاون معك. هدول الأمور بتنجح المشروع. طيب، فانت برضو كمان لما ترضي العميل، كيف ترضيه؟ واحدة من شغلات ترضيه، النقطة الثانية انك ترحب بالتغيير. يعني التغيير بكل راحة بصير، ما تكشر، هذا شغل. تقول له والله تمام كذا، تعال نشوف نحن وين بدك اياه، ماشي بالمرحلة هاي، بس معلش ممكن مثلا التغيير هذا، او مش ممكن، بنسبة كبيرة حيأثر على مدة الشغل. تقول والله هاي بدها تاخذ منها هالقد وقتها، بقول لك تمام ما في مشاكل، تعمله تغيير، تضمن حقك، تضمن حقه، عادي غير براحته، هو أصلا بده إشي يستفيد منه. لأنه أصلا يعني في شغلة، في مبدأ عنا بعلم
البروجكت مانجمنت اداره المشاريع بقول لك 28. شو 28؟ 80% من السوفت وير مثلا بيطلع او من الشغلات اللي طلبها العميل لا تستخدم، 20% بس اللي بيستخدمها. ليش؟ انا كنت من اول شيء قلت له من اول اجتماع بالطريقه التقليديه اعطيني كل اللي بدك فيها، قل لي كل شيء بنفسك عشان اكتبه مره واحده ونخلص منه. فبتعمل تعمل تعمل، هو اكتشف انه هذا مثلا مش ملائم هلا، كان وقته من قبل، هلا مثلا لا، وانت ما رضيت تغير له، واخذ هو منك برنامج مثلا، هذا برنامج ما استفاد منه غير 20%. طب حرام. بينما سخر الامور كلياتها انها تكون مفيده لكل الاطراف. تمام. والتسليم بشكل متكرر اللي حكينا منه عن طريق الايتريشن، اعطيها باوقات صغيره، اقلها انه اسبوع، اكثرها شهرين. اوكي، ويقعد يشوف، لازم يضلوا معي بالجو، شوف هاي. تمام تمام. طيب التعاون اليومي، لازم يكون في تعاون بين كل الافراد، او يعني بين كل الستيك هولدرز. الستيك هولدرز هن الاشخاص المعنيين في المشروع، مين؟ الموظفين اللي يعني عم يشتغلوا، صاحب المشروع، الاداره، اذا عندك ممول، هذول كلياتهم هن معنيين في الموضوع. لازم يكون في تواصل وتعاون يومي، مش انه كل خمس دقائق تتصله، لا، مثلا على اخر النهار لما مثلا كذا تتصله مثلا تليفون ابو خمس دقائق، او مثلا معه ما بدك كوك ميتنج، اعطيه تليفون كل خمس دقائق تقول له والله كذا كذا عملنا هاي، خليه بالجو معك. اذا في شيء بباله هيحكي لك اياه، حتعرف تدارك. فهي كان برضو فكر من فكر الاجايل. كمان في شغلة الدعم والثقة وتحفيز الفريق. ليش؟ انت اليوم ما بهمني انا يشتغل، اقعد اضغط الموظفين اللي عندي، والاجايل ضد مبدأ الضغط، انا اقعد اضغطه معاي واقول لهم يلا بدنا نسلم هدول خلال مثلا اسبوع وبدنا نبهره. طب ليه اعطيها اسبوعين؟ يعني انت عم بتشغل موظفينك ساعات اضافية، عم تدفع لهم اوفر تايم، اوكي، وهذا اصلا يعني زيادة على المشروع. تاني شيء ارهقته انت واعصابه تعبانة، نازل تصيح ولا وما تعمل هيك، وانت عملت كأبته للموضوع. ليش؟ لا، حفز الفريق تبعك، خليه يجي هو مرتاح، خليه يجي هو يحب العمل، هو جاي عن جد انا جاي اعمل المهام تبعتي هاي، وبدي اطلعها بابهى اشكالها واحلى اشكال. هذا لازم ريح، يعني خليك مريح، ما مش كل شيء ضغط. هو الناس بفكروا انه انا مدير مشاريع يبقى انا لازم اضغط الكل، وانا لازم، لا ابدا ابدا، بالعكس، انا ممكن استفيد من التيم تبعي بمعلومه انا كنت رايحه عن بالي. ما انت في عندك كثير ناس اذكياء اصلا تشتغل معك، ثابت انك انت خبره اكثر منه وكذا، هو بعده باول طريقه، بس ممكن هذا يكون مثلا مدير مشاريع مستقبلي ذكي لماح. لا، نستفيد كلنا من بعض، نتعلم من خبرات بعض اكيد. وفي عندك كمان ترويج المحادثات المباشر، يستحسن كثير، وخاصة اليوم نحن في عالم ثورة التقنية اللي نحن فيها. أنا لازم أعمل ميتنج دوري وبشكل يعني تقريبا، خليني أقول لك مثلا كل يوم يومين، أنا ومين؟ أنا والصاحب المشروع، أنا والستيك هولدرز مثلا المعنيين في المشروع، أخلي العميل معي بالجو عن برنامج زوم، برنامج تيمز. اليوم صارت البرامج والسوشيال ميديا يعني خدمات التواصل الاجتماعي، صار اليوم كلياته بيستخدمها بشكل يومي وبشكل حتى بثواني ودقائق، كل شوي نحن عن طريق السوشيال ميديا شغالين اصلا. طيب ما في داعي هو يجي ويتعب حاله ونقعد عن طريق الزوم ربع ساعه ثلث ساعه، والله ممكن انا افرجي شغله، والله عملت كذا كذا كذا، خليه معك بالجو، ما غلط يعني، حلو، هو برتاح نفسيا. طيب تقديم برامج تعمل المطلوب، بهمه كتير اجايل انك انت لما تعطيني برنامج تعطيني اشي اسمه working software، لما تعطيني برنامج اعطيني برنامج شغال. انت مش تيجي تقولي والله انا الصراحة خلص لك 80% ماشي فرجيني، لا بعده هو مش شغال كذا، طب حطه ماشي في جزء منه شغال، قاعد فيه مشاكل كتير، عم بيطلع لك قيم غلط، ممكن يعمل مثلا كراش سيستم. طب ما هذا كلياته ليش؟ لا، أجاي بقول لك لا، أعطيني بوقت قصير وأعطيني برنامج أقدر أشوفه شغال أو حل يشتغل معي.
وكمان في عندك تعزيز السرعة المستدامة بنفس مبدأ الاتيريشن، بس شو أنا بدي إياها تكون مثلا بسرعة، يعني الأجايل هو البروسيس يكون هو في عندي أنا سرعة قسمناها صغير. هذا شو لما أنا قسمت الديليفرابلز اللي هو التسليمات قسمتها لإتيريشن صغار، هذا سرع معي بشو؟ بإني أنا أقدر أسلم المشروع من دون أخطاء، الفاليو القيمة تبعته عالي، وسرعة الوقت كمان. تمام. وتعزيز التميز الفني، برضو التيم اللي معاك لازم يكون على قدر وفكر ووعي من الأجايل والتمرسات، ولازم هاي الأمور دائما تعزز فريقك بكثير شغلة. حتى مثلا لما بدك تعطيه مثلا دورات، تعطيه تدريبات، تعطيه كذا، يضلك هو معاك بالجو. تمام. بقولك التعظيم من خلال البساطة، هذا المبدأ كثير رائع. عندك keep it simple. لما تعمل الشغلة simple، أو ممكن أنت تعمل شغلة simple هيك صغيرة بس إلى وقع وأثر، هتلاقيها مثلا تعمل صرخة وبتعمل تغيير فظيع. يعني كان في قصة مشهورة بشركة من الشركات زي تويكس أو هدول الشركات اللي بيصنعوا شوكولاتات، ماشي أموره وشغال تمام. راح إذا بيطور البزنس تبعه، جاب آلات ومعدات وكذا ودفع فلوس. ليش طور؟ عشان يزيد الدخل تبعه، يصير في عنده تضخم في الدخل حتى، بما أنه عليه إقبال كتير. فبلشوا ينتجوا أنواع الشوكولات هذول، فقام لقى أنه في عليه اعتراض على الموضوع. شو اعتراض؟ في شكاوى كتير. هم شو بقول لك، أنت الشوكولاتات الصغيرة هذول كتير أكثر مرة نشتري تطلع فاضي، ما في بقلبه شيء. كيف صار هيك وكذا؟ وبلش تحقيقات ومتاقات، اتصلوا بالشركة يشتريها مثلا، شروا الماكينات مثلا من ألمانيا أو من أي بلد. طب لا يجيبوا فني ولا يعني في مشكلة هلأ حصرية؟ أم يجا عامل صغير، عامل طبعا مع احترام لكل الفئات، يجا قال له أنا عندي الحل. طبعا ما اهتم له، قام رجع مره ثانيه قال اتصلوا، قال له انا عندي حل. قام طفي قال له شو الحل اللي عندك اياه؟ قال له والشوكليت الصغير وهي عم تطلع احنا بنحط مروحه ونشغل مروحه هاي، اذا الكيس طار معناته فاضي ما فيه شيء، بس اذا ما طار معناته مظبوط حطه بقلبه وكذا. فهذا كان طبعا حل مؤقت عشان ما ينزل على السوق اصلا بشغلات فاضية والعالم بلش تحكي عنه، لبين بنفس الوقت ما يتواصلوا مع الخبير ويشوفوا انه وين المشكلة هاي صارت في التصديقات. فهذا الموضوع اللي حل طلع موضوع بسيط، يعني حله بطريقة بسيطة، وجد حل مؤقت بطريقة بسيطة. بس بينما انا بدي اوقف انتاج لبين ما يجي الخبير من المانيا ولا من اي بلد ويقعد يضبط لي المشكلة هاي، طبعا انا عم بخسر. لا، ليش اخسر؟ فهذا هو فكر الاجار، خليك بسيط، خليك مرن، تمام، فكر، لاقي حلول. تمام. في عندك هذا مصطلح كتير كمان مشهور بالأجايل اسمه self organized team، أو فرق تنظم نفسها ذاتيا. شو يعني الأجايل؟ فكره بقول لك يا أخي أنا ما عندي مدير، هلا هو لازم يكون في مدير قسم، بس بقول لك كل واحد يتمتع، طبعا لازم يكون عنده سكيلز ومتمتع بفكر الأجايل، ولك كل واحد متمتع بفكر الأجايل وعنده المهارات تبعته العالية، مدراء نفسهم قراراتهم بياخدوها من حالهم. كيف يعني؟ اليوم في عندي تغيير وكذا، النظام العقيم القديم أنا كل شيء لازم أرجع فيه لمدير، حينام الطلب أسبوع 10 أيام لأنه مديري مشغول، مش لأنه سيء، ولا نأخذ قرار ونقعد نجتمع وكذا وهيك، برضو رجعنا موضوع عامل الوقت وتأخرنا وصار في مشاكل كتير كده. بس بينما الأجايل بقول لك لا، يعني أنا طبعا اللي فاهم وأشخاص معينين بقول لك أنا سيد نفسي، سيد القرار. أوكي، اليوم شفنا طبعا مش أنا لحالي، برضو التيم نفسه يعني كفريق اجتمعنا والله كذا، أوكي لازم نعمل طريقة ماشي، إحنا بنعلم المدير بالشيء. المدير أكيد يعينه علينا عشان يتفادى الأغلاط، بس نحن عم نسرع الحركة
عم نسرع وتيرة العمل، عشان برضو أي شيء بيخسر أي بزنس غير إرضاء العميل وكذا هو عامل الوقت. أنت اليوم لو عامل دراسة على مشروع مثلا يخلص بسنة، وقلت إنه مثلا أنا أرباحي بهالسنة هتكون 30% أو 25%، تمام، جيت اجتهدت وكنت سريع وكنت تمام ومقابل التغييرات، أو تخلصت مثلا بسبع شهور، أنا متأكد إنه البروفيت تبعك أو نت بروفيت تبعك زاد كتير مش شوي. ليش؟ لأنه عامل وقت اختزل، أنت هلا صارت سبع شهور بدل سنة، فأنت شو وفرت؟ وفرت عمالي الريسورسز الرواتب تاعهم، تمام، وإذا في ترانسبورتيشن مواصلات كمان وفرتها، وفرت كتير شغلات، تمام، فعامل الوقت ساعدك إنك تربح. نفس الوقت هو نفسه اللي ساعدك إنك تربح بوعدك إنه ساعدك إنك تخسر إذا طالت المدة. فعشان هيك عامل الوقت مهم ولازم ناخده بعين الاعتبار، لازم نحاول نخلص قبله، تمام. المعيار الأخير اللي هو انعكاس وضبط بانتظام، قال لك لازم فريق العمل يجتمع مع بعض دائما يشوف إذا حصل أغلاط، والأجايل ما بيشتغل لحاله، ما الناس بتشتغل فيه، حصل أغلاط نحط شو هاي الأغلاط ونشوف كيف كانت حلولها ونتعلم منها، وإذا ما حصل مثلا ونشوف الشغلات الناجحة اللي عملناها ونشوف طريقة إذا فينا برضو نطور فيها ونحسن فيها على أساس إنه نزيد الإنتاجية ونزيد الجودة. ممتاز. ملخص اللي أنا حكيته، شو هي إدارة المشاريع المرنة؟ هي فلسفة، هي عقلية ومرونة أكيد، خفة حركة كمان، ولازم يكون عندك القدرة على التكيف مع التغييرات ومع عوامل الخارجية تبعت الماركت حقيقي، ولازم يكون في عندك ردود فعل سريعة منتظمة صحيحة، تمام، على أساس شو؟ على أساس يضل خاص العميل معك، ما يأثر على جودة المشروع، ما يأثر على التسليمات تبعت المشروع، وتضمن حل نهائي بيلبي فعلا الاحتياجات اللي هي شو؟ مع تسليم القيمة. شوف آخر جملة، تسليم القيمة ليس على تعريف المنتج الثابت. يعني أنا لما عم بسلم، عم بسلم مش منتج، أنت كشركة عم بتسلم فاليو، إشي إله قيمة، هذا أكبر بكتير من أنا خلص أنا سلمتك برودكت، انطلب مني 1 2 3 4، انطلب مني هذا الجهاز تليفون موبايل أنا سلمتك إياه، لا بس شو الفاليو تبعه؟ لا شيء، ما بيلبي اللي بدي إياه، لا بس أنا عم بعطيك، شوف المصطلح هون، أنا ما بدي أعطيك شيء، بدي أعطيك فاليو، بدي أعطيك إشي على قيمة. تمام، نلخص هيك في عجالة اللي شرحناه، قلنا إنه عندك ملخص القيم الأربعة اللي هي عندك الأفراد والتفاعلات تعلو على العمليات والأدوات، ما بتلغيها، تعلو عنها. عندك برنامج أو حل بعمل إنه برنامج أو سوفتوير عندي أنا بيشتغل working software، بفضله عن الوثائق الشاملة على أضلني أكتب في documentation وأضيع وقت. تفاعل مع العميل أفضل من أنا أعود أحارجه وأتفاوض معه على العقد. أستجيب للتغييرات وأكون منفتح للتغييرات وأبلش أنفذ أفضل بكتير من أنا أعقد الأمور وأقعد أحطها على خطة معينة وأربطها بالخطط، لا أنا عندي بلان وعندي كذا. وعندك المبدأ الـ 12، المبدأ حكيناه زي إرضاء العميل، لازم نحطه قدام عيون أرض العميل، أكون مرحب كتير بالتغيير وأتعامل معه. التسليم بشكل متكرر، أقسم أقسام صغيرة الإتريشن اللي قلنا عنه. التعاون اليومي، لازم يكون في تعاون يومي بيني وبين زملائي وبين العميل كمان نفسه. عندك الدعم والثقة وتحفيز الفريق، لازم انت كمدير تضلك تحفز الفريق اللي عندك، تشوف اذا في حدا مثلا بتضايق ما قادر يشغل وقاعد، لا انا بروح بشوفه بقول له شو مالك، ليش اليوم تضايق كذا، بقول لي والله مثلا عندي ظرف عائلي وما مركز، لا 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 ما تقعد لي ما مركز، توكل على الله روح حل مشاكلك كذا بس خلص تعلي فريش واشتغل، لأنه هذا ما راح ينتج أصلا، ما راح ينتج، تمام. يلا يا شباب الله يعطيكم العافية كذا، اللي بده شيء ما محتاج شيء كذا. لما يشوف المدير قريب منه، بس للأسف الشديد العالم صارت تأخذ فكرة المدير هو لازم يكون مكشر ولازم يكون عصبي ولازم يكون، لا لا أبدا. تمام، الترويج للمحادثات المباشرة، لازم أنا أضلني أعمل
ميتينج احسن من الايميلات. الايميلات ما فيك تفهم منها كثير شغلات، ممكن كتب لك جمله انت فهمتها بطريقه غلط، انت كتبت له جمله فهمها بطريقه غلط. لا ليش؟ عندك زوم، عندك تيم، اذا هو مثلا ما قادر يجي وجه لوجه فيس تو فيس، اوكي بتفهموا بعض، بتحكوا مع بعض بلغه معينه، بتفهم بتوصل. هاي اضبط وانجح من الايميلات. دير سير كايندلي فايند كذا ريجاردينج يور ريكويرمنتس بليز. ليش؟ خلص خلي فيس تو فيس كذا هيك وقابل معه وظبط وضعك، الامور بتمشي كثير سلسه ورائعه، حتى هو العميل بيرتاح نفسيا لهذا الموضوع. تقدير برنامج تعامل مطلوب اكيد، تعزيز السرعه المستدامه، نعزز السرعه المستدامه، الفاليو الوقت، دائما بقول كل وقت ثم الوقت ثم الوقت. تعزيز التمييز الفني عندي، تعظيم من خلال البساطه، دائما الشغلات لا حاول اي شيء بسيط حل فيه مشكله، مش كل شيء تعقد، مش كل شيء تروح للتعقيدات، هاي بدها المصنع، هاي بدها كذا، الوقت حيفوتنا حيوقف الشغل، ابعد عن هذا كله، فكر برا الصندوق، خليك متحرر في تفكيرك، لاقي حلول سريعه وموفره وتنجز في الموضوع، ما توقف لك الشغل. وفرق كمان بتنظم نفسها ذاتيا، نفسها قاعده شغاله مع نفسها، عندها فكر الاجايل، تعرف تاخذ قرارات تلقائيه، انعكاس وضبط بانتظام، الكل يجتمع مع بعض، يجي يحكوا مع بعض، يقولوا طيب نحن شو المشاكل اللي صارت معانا، نتعلم منها زي الدروس المستفادة إذا بدنا من هذا الموضوع. والشغلات اللي كويسة اللي عملناها نشوف إذا في طريقة نقدر نطور منها برضو، بما أنه هاي عجلتنا وحسنتنا ولقيناها كثير ممتازة، طب فيني أحسن فيها أكتر، اشتغل فيها. هذا اللي بنم عليه الأجايل، هذا اللي بيحبه الأجايل، أنك تحرر، كون مرن، كون سلس، إنجز الإنجاز. ممتاز، أنا بكون وصلت اليوم معاكم لآخر الفيديو، أتمنى يكون مفيد لكم، وبحب أتشكر جزيل الشكر للأكاديمية الافتراضية تدرى اللي هي أعطتنا الفرصة أنه نوقف على منصتها ونشرح لكم هاي المقدمة الصغيرة في إدارة المشاريع، واللي هي من أفضل وأقوى المنهجيات المتبعة حالياً في علم إدارة المشاريع، ولا هي الأجايل أو الإدارة الرشيقة. ونشوفكم إن شاء الله في محاضرات عدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.